خلال فقرة مطبخ دمتي، حضري الشهي والمقترحة على موقع فنتيا.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. دمتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. كيف العادة في هذا الوقت كنتفقوا مع كل السيدات والسادة الحادقات والحادقين اللي كيشاركوا معنا، وما شاء الله عليكم، من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. كتشاركوا معنا، كتصيفطوا لنا الشهيوات ديالكم، ولكن ماشي اي شهيوات، شهيوات ديال الشيف اللي بطبيعة الحال كتدخلوا للموقع اللي هو fantia.com، كتحاولوا تشوفوا طريقة ديال الشيف كيف شاركها مع المشاركين، اكيد لاستيس او لا كذلك تقنية ديال الطبخ وكتشاركوا معنا. يعني كتعاودوا تصيفطوا لي نفس الوصفه اللي صايب الشيف، كتحاولوا انتما تصيبوها في المنزل ديالكم بنفس المقادير، بنفس الطريقه ديال التحضير، بنفس التقنيه ديال الطبخ، يعني كتعلموا معاه وكيتعلم معاكم ايضا ومن خلالنا ايضا، علاش لا. فمرحبا بكل السيدات اللي كيمشيو معنا بنفس الشروط. الشرط الثاني هو انكم كتبعتوهم دائما كيف قلت، يعني كتبعتوا الصوره ديال الوصفه ديال هذا الاسبوع هذا بطبيعه الحال مرفقه بالمنتوج اللي استعملتوا في القلب ديالها، بالاضافه الاسم ديالكم بالكامل والمدينه منين نتوما، كترسلوه لنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. وكل نهار كتفوزوا معنا باجهزه الكترونيه منزليه تنفعك في الكوزينه، تنفعك في الدار ديالك، وكيربح اكبر في القرعه ان شاء الله اللي هو عباره عن روبو متعدد الاستعمالات، زويون بزاف حتى هو، انكم يساعدكم في الحياه ديالكم اليوميه. علاش لا، يكفي فقط انكم تمشوا في هذه الشروط، ويكفي كذلك انكم كل خميس كذلك مع 7:30 ديال العشيه دائما على الموقع fantia.com كتكتشفوا الوصفه جديده. فاليوم كذلك غتمشيو للموقع وغتشوفوا الوصفه جديده وغتحاولوا تحضروها في الويكند باش تكونوا واجدات ان شاء الله نهار الاثنين، ونشوفوا الوصفه الجديده معكم ونذكركم بالمقادير ديالها نهار الاثنين باذن الرحمن. ولكن قبل فانتوما اللي كتذكرونا بالمشاركات ديالكم على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. معايا اليوم زكية. السلام عليكم. عليكم السلام اختي لالا جميلة، لاباس عليك؟ امورك هانية صحتك؟ لاباس الحمد لله. كي دايرتي انتيا؟ كي دايره الحمد لله. كيف عامل الجو في مراكش؟ ايوا الحمد لله الجو مهم زوين، مبهج مبهج بلاصو، بدات ساعتنا برد ما سخون. الحمد لله، برد برد سخون يا هوا. يلا مرحبا. قول لي زكية، زكية الوصفة ديال اليوم شنو هي ديال هذا الاسبوع؟ هي شوربة اسيوية مرفوقة بسيجار مشروب بالخضرة. اييه، شنو المنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالها؟ استعملت دامتي ديال الحوت. اييه، وستعملت نشا مايفين. واخا دابا نمشيو للطريقه ديال التحضير. تكلمي ليا على المقادير ياك والطريقه ديال التحضير في نفس الوقت، واخا باش ما يدركناش الوقت. مرحبا. يلا جميله. المهم كناخذوا جوج ديال الحبات ديال من الكرات اي البوارو، كنقطعوهم قطع صغيره، كنديروا معاهم معلقه، كنديروا اولا في الطنجره كنديروا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. اييه، كنديروها في الطنجره حتى كتسخن، وكنزيدوا على البوارو ديالنا، وكنزيدوا عليه حبه من سكينجبير طري مقطع. اييه، ونزيدوا واحد 20 غرام من الزبده. اييه، ونخليو داك الكرات ديالنا، داك الكرات ديالنا اي البوارو حتى يطيح مزيان. اها، عاد كنزيدوا 50 غرام من الشامبينيو. وحتى هو يتقلى، حتى هو كنخليوه حتى كيتقلى مع البوارو ديالنا. اييه، ونزيدوا 50 غرام من الشوت الابيض. اييه، ونزيدو 50 غرام ديال الكروفيت. ونزيدو 50 غرام ديال الكالامار. ونزيدو 50 غرام ديال البوزروك. اييه، ونزيدو المايفين، نزيدو المايس. فوالا الدره. استسمح ماشي مشكل، متوتره مع اول مره. لا مرحبا بك، مرحبا بك. مرحبا بك الزناده الجميله. ونزيدو 100 غرام ديال اكاجو محمر. اييه، ونزيدو شويه ديال الابزار. وشويه الملح، وكنشحروا الكل مزيان مزيان. اييه، وكناخذوا واحد الضامتي ديال الحوت. اييه، تنديروها في واحد اطر ونص من الماء سخون. اييه، كنخليوها حتى كتذوب مزيان. صافي، وكنمرقوا به الشوربه ديالنا. ونغطيوها ونخليوها واحد 20 دقيقه. اييه، من بعد كناخذوا 110 غرام من نشا مايفين ابيض. كنخلطوها مع قليل من الماء. ونخويوها على الشوربه ديالنا. ونزيدوا واحد 100 غرام من القشده الطاريه.
ونخليوها على نار حتى كتعقد لينا ونقدموها بالصحه والراحه. ممتاز. وبالنسبه اييه وبالنسبه للسيجار كناخذوا الورقه، المهم الورقه ديال البسطيله فيها 100 غرام من الطحين مع 40 غرام من الماء وشويه اكبسه تاع الملح وكنديروا الماء هو الاول عاد كنزيدوا الدقيق والملح وتنخلطوا مزيان مزيان. من بعد كناخذوا مقله اللي ما كتلصقش كنديروها تسخن فوق البوطه ونبداو ندهنوا بالفرشات. اييه منين تبدا طيب لينا الورقه اللي دار الشاف، منين تبدا طيب لينا الورقه تنقلبوها طيب من الجهه الاخرى. طب أيه. من بعد الله يكبر فيك صافي وكنبداو ندهنوا الورقه بالزيت باش ما كتلصقش. ممتاز. صافي وكنبداو نستمروا بنفس الطريقه حتى كنساليو الورقه ديالنا. اييه نمشيو دابا للحشوه. اييه بالنسبه للحشوه كناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون مع جوج حبات ديال البوارو ونخليهم يتشحروا لينا مزيان ديك الزيت. نعم. ونزيدوا جوج خزوات محكوكين مع جوج قرعات محكوكين ونزيدوا صلصه الصوجا. اييه ونزيدوا الملح والابزار ونخليو الكل يتشحر لينا مزيان. صافي تنعمروا الورقه ديالنا وتلويهم على شكل سيجار. صافي تندخلوا من الفران حتى كيطيبوا تنقدموهم مع الشوربه ديالنا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ما عندي ما نقول يعني صراحه تبارك الله عليكم انكم فهمتوا الطريقه ديال لو جو اولاد المشاركه. كتمشيو كتشاهدوا الوصفه كتبعوا الشيف شنو تيقول كتحاولوا انتم تطبقوا وكتصيفطوا لنا الصور ما شاء الله عليكم يعني كتحاولوا تبدعوا فيها والطريقه ديال تقديمها وريضه من هنا ها السيرفيس اللي كيكون بالاسود هل بالابيض ما شاء الله على كل السيدات ما شاء الله عليكم. ودوك النجيمات اختي جميله درتهم بالعازين، خديت العازين عجنتها كعاديه ولونتها وعجنتها وطبعتها بها كنجيمه وطيبتها في الفران. الله تبارك الله عليك تبارك الله عليك. اول شيء زكيه كتعرفي ان كل نهار تتكون معنا جائزه اللي هي عباره عن كل مره كل شنو الحظ ديالو، بما ان نحن على مقربه من العيد الكبير فعندك شويه حبتي جمال شويه باش انك تكوني حاطه فوق كنقولوا شويه ديال المائده اللي كتكوني حاطاها وطيبي ومع مع العائله والوليدات. شكرا لك بزاف زكيه، شكرا للاصرار ديالك ايضا مشكوره بزاف، والرقم ديالك كيف عارفه فهو كيدخل في القرعه الكبرى ان شاء الله اللي غتمكنك وتمكن كل السيدات اللي يشاركوا معنا ماشي فقط اللي كيمروا معنا ولكن حتى السيدات اللي يشاركوا معنا وكانت المشاركات ديالهم صحيحه اي انهم فعلا مشاو شافوا الوصفه، ثاني شيء خداو المقادير والطريقه ديال الشيف وطبقوها وصيفطوا لنا الصوره بالمنتوج اللي استعملوا في القلب ديالها دائما بكتابه المقادير والطريقه ديال التحضير ولاسيوس ايضا من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0614 57 20 92. ما تنساوش ان اليوم مع السبعه ونص دائما على الموقع fantyab.com كتمشيو وتشوفوا الوصفه وغتوجدوها ان شاء الله في الويكند باش هكذا نهار اثنين نشوفوا شكون المحظوظه او المحظوظ اللي غيكون فائز معنا، ودائما كنتمنى الحظ الموفق ان شاء الله للجميع. دامتي غادي تفتح لك ابواب عالم جديد من الابداع خلال فقره مطبخ دامتي. حضري مع دامتي الشهيوه المقترحه على الموقع fantyab.com باستعمال تقنيه الشيف، شاركيها معنا وفوزي بروبو الكتروني متعدد الوظائف من الطراز الرفيع كل شهر وكذلك العديد من الاجهزه الالكترونيه كل يوم.